الحاجة إلى المرجعية الدينية للأمة الدين بمعناه الأعم الذي يشمل كل الحياة طولا وعرضا ما هي الحاجة إلى المرجعية الدينية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكتفي بنقطة واحدة الحاجة إلى المرجعية الدينية بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي الحاجة إلى النبوات والرسالات الإلهية لماذا البشرية تحتاج إلى الأنبياء العجيب الله تعالى جعل الخليفة قبل الخليقة أول كائن أول بشر على وجه الأرض نبي كان. وكانت هنالك أمة مشكلة من فردين في البداية أحدهما النبي أبونا آدم وأمنا حواء صلوات الله عليه ما واحد منهم نبي ما هي الحاجه الى ادم ما هي الحاجه الى ابراهيم ما هي الحاجه الى نوح ما هي الحاجه الى خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله اكو هنالك في علم العقائد بحث طويل نشير اليه اشاره. في علم العقائد هنالك قاعده يقال لها قاعده اللطف. قاعده اللطف يعني الله تعالى لطيف بعباده. ومن لطفه بعباده، من رحمته انه يقربهم مما فيه مصالحهم الواقعية، ويبعدهم عما فيه مفاسدهم الواقعية، مقتضى اللطف ان الله تعالى يقرب عبيده الى مصالحهم الواقعيه يبعدهم عن مفاسدهم الواقعيه الا يكفي العقل لتحقيق هذه المهمه العقل يبين الخطوط العريضه والخطوط العريضه لا تكفي لسعاده الانسان في الدنيا والآخر لا في الدنيا ولا في الآخر الانبياء ياتون يبينون التفاصيل الجزئيه